المغتربين التشاديين في أمريكا الشمالية وبالتحديد في دولة كندا، هذا هو موضوع المؤتمر النقاشي الذي أحياه قلمي محمد علي مدير المشاريع بإفريقيا المركزية للمنظمة الكندية من أجل التنمية والتدخل في إفريقيا، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية والتكامل الإفريقي، حيث تناول تاريخ المغتربين التشاديين في كندا منذ عام 1962 إلى 1967، إلا أن في تلك الفترة هناك 3 أشخاص يعيشون في موريال، وبعد ذلك بدأ عدد المغتربين التشاديين في كندا يتزايد حتى وصل إلى 2000 مغترب، وأغلبهم يعيشون في موريال وكيبيك. كما تم إنشاء سفارة تشاد بدولة كندا في 15 من فبراير عام 2015، وأن المغتربين التشاديين هناك نظموا أنفسهم عبر الجمعيات والتجمعات المدنية، طالبا من جميع المغتربين التشاديين في العالم المشاركة في تنمية البلاد لتذليل التحديات والصعوبات والجانب الاقتصادي للمغتربين. التشاديين القاعدين برا عندهم سلطة، يعني قدموا لهم شيء، ده الشيء لأن جابنا هنا عشان نعرف مع الناس ونقاربوا التشاديين القاعدين برا مع الحكومة هنا عشان نقدر نشتغل سوا ونقدر نبنو بلد كله سوا، ده شيء علينا جيل. ونشير إلى أنه في نهاية هذا المؤتمر النقاشي تداخل الحضور بأسئلة جلها تتمحور حول كيفية مساعدة التشاديين الذين يريدون الدراسة في دولة كندا، وما هو الشيء الذي يمكن أن يقدمه المغترب التشادي لوطنه.